الرئيس السيسي يوجه بالتركيز على إنشاء مساحة خضراء وتطبيق معايير التنسيق الحضري بالعاصمة الإدارية. إسرائيل تشن غارات جوية على قطاع غزة بدعوى الرد على إطلاق صاروخ من القطاع. استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم حزب الليكود بزعامة نتنياهو في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية. العاشرة صباحا في القاهرة، الثامنة بتوقيت جرينتش، نشرة إخبارية جديدة تأتيكم عبر شاشة النيل. أهلا بكم. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتركيز على إنشاء المساحات الخضراء وتطبيق معايير التنسيق الحضري داخل العاصمة الإدارية الجديدة. جاء ذلك خلال اجتماع عقده الرئيس السيسي لمتابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. اجتمع السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، واللواء خالد مبارك مساعد رئيس الهيئة الهندسية، واللواء أشرف العربي رئيس المكتب الاستشاري للهيئة الهندسية، والعميد عبد العزيز الفقي مساعد رئيس الهيئة الهندسية لتصميمات الطرق، والدكتور طارق عبد الحميد رئيس مجلس إدارة شركة كودا مارمو للرخام. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية صرح بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي والهندسي لعدد من مشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية، وفي مقدمتها العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من منشآت، خاصة مركز مصر الثقافي الإسلامي والتصميمات الهندسية للجداريات والقاعات به، إلى جانب مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية ومدينة الخيول العالمية مرابط وما تضمه من منشآت، فضلا عن القيادة الاستراتيجية وساحة الشعب والنصب التذكاري، بالإضافة إلى التصميمات الخاصة بالمداخل الرئيسية للعاصمة، وكذا التصميمات الهندسية الداخلية لمباني مجلسي النواب والشيوخ. كما تناول الاجتماع سير العمل بعدد من المشروعات الإنشائية القومية، خاصة المحطة الدولية المتكاملة للحافلات التي تقع شمال تقاطع طريق السويس مع الطريق الدائري ومقابل لمطار القاهرة الدولي، بالإضافة إلى الموقف التنفيذي لمدينة الجلالة خاصة المنطقة المركزية بها، وكذلك مقترحات الاستغلال الاستثماري الأمثل بالاستعانة بالخبرة الأجنبية لبعض المناطق بالمحافظات على مستوى الجمهورية، فضلا عن الموقف التعاقدي لتوفير المعدات والآلات الإنشائية والهندسية الفائقة التطور اللازمة لتنفيذ المراحل المختلفة للمشروعات القومية العملاقة على مستوى الجمهورية. وقد وجه السيد الرئيس بمراعاة إخراج تفاصيل التصميمات الهندسية الخاصة بالمنشآت الرئيسية داخل العاصمة الإدارية الجديدة وما تضمه من جداريات فنية على نحو يعكس التاريخ المصري المتنوع والثري والعريق على امتداد العصور، لا سيما ما يتعلق بمباني ومقرات مجلسي النواب والشيوخ ومركز مصر الثقافي الإسلامي ومسجد مصر وساحة الشعب والمداخل الرئيسية للعاصمة والحي الحكومي، موجها سيادته بالتركيز على إنشاء المساحات الخضراء وتطبيق معايير التنسيق الحضري داخل العاصمة الإدارية، وذلك ترسيخا لصورة الدولة المصرية الجديدة. عاد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إلى القاهرة بعد زيارة إلى العاصمة الأردنية عمان على رأس وفد وزاري رفيع المستوى، حيث ترأس أعمال الدورة 29 للجنة العليا المصرية الأردنية المشتركة مع نظيره الأردني بشر الخصاونة. وشهدت أعمال الدورة التوقيع على عدد من الوثائق لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة. وقام مدبولي والخصاونة بالتوقيع على محضر اجتماعات اللجنة، كما شهد التوقيع على 7 وثائق للتعاون تمثلت أهمها في اتفاق إطاري لتعزيز قدرات الربط الكهربائي.
وأكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني حمله رسالة إلى الرئيس السيسي يؤكد فيها تطابق موقف الدولتين في كل القضايا، خاصة فيما يتعلق بسد النهضة والقضية الفلسطينية. وبدور الحقيقة جلالة الملك تفضل وأشار إلى يعني دعمه الكامل لكل القضايا المصرية، وتأكيده على أن الأمن القومي المصري هو نفسه الأمن القومي الأردني، وإن أي قضايا تمس أي دولة من الدولتين هي بالتالي بتنعكس بالسلب على الدولة الأخرى، وبالتالي أكد جلالته على تطابق موقف الدولتين في كل القضايا. وطبعا زي ما دولة الرئيس أكد وإحنا أكدنا على طبعا تمسكنا بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وأيضا فيما يخص كل القضايا الإقليمية التي تشهدها منطقتنا. وبالتالي يمكن كان هناك الحقيقة حملني جلالته رسالة لأخيه فخامة الرئيس باستمرار الدعم الكامل من المملكة الأردنية لكل القضايا اللي بتمس الأمن القومي المصري، وعلى رأسها قضية سد النهضة، ودعم الأردن الكامل لمصر في هذا الموضوع. من جانبه أكد رئيس الوزراء الأردني بشر الخصاون اتفاق القاهرة وعمان على استمرار التنسيق الدائم وتبادل الزيارات لدعم التعاون الثنائي. تمخضت اجتماعات اليوم عن توقيع عدد من الوثائق في مجال مراقبة الشركات والموارد المائية وتبادل الخبرات في مجال التخطيط والآثار والإسكان والتطوير الحضري والربط الكهربائي والاتصالات. ونقل دولة الدكتور مصطفى مدبولي رسالة شفهية من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى سيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم يحفظه الله، عندما تشرفنا بأن كنا في حضرة صاحب الجلالة عندما استقبل دولة رئيس الوزراء قبل. دعت اللجنة الرباعية الدولية حول الشرق الأوسط في ختام أول اجتماع لها منذ تسلم الرئيس الأمريكي جو بايدن مهامه، دعت إلى استئناف مفاوضات السلام بين إسرائيل والفلسطينيين. وأوضح بيان صادر عن مبعوثي الرباعية الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة عقب اجتماعهم افتراضيا أن المبعوثين دعوا الطرفين إلى تجنب أي عمل أحادي الجانب من شأنه أن يعقد تنفيذ حل الدولتين، في إشارة إلى التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلتين والمحاولات التي تبذلها الدولة العبرية لضم أجزاء من الضفة. شنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم غارات جوية على أهداف قطاع غزة بدعوى الرد على إطلاق صاروخ من القطاع على جنوب إسرائيل. وأفاد شهود عيان في قطاع غزة بأن طائرات الاحتلال أطلقت صواريخ عدة على موقع تدريب تابع لكتائب عز الدين القسام الجناح المسلح لحركة حماس جنوبي القطاع، بالإضافة إلى شن غارات جوية أخرى وسط القطاع. أظهرت استطلاعات الرأي للانتخابات التشريعية في إسرائيل أن حزب الليكود اليميني بزعامة بنيامين نتنياهو يتصدر النتائج، ما قد يؤهله لتشكيل حكومة جديدة بالتحالف مع حزب آخر. وتوقعت الاستطلاعات حصول الليكود على ما بين 31 إلى 33 مقعد من أصل 120 في الكنيست. في الانتخابات التشريعية الرابعة في إسرائيل خلال عامين فقط يتصدر حزب الليكود اليمني برئاسة بنيامين نتنياهو النتائج، وذلك وفقا لاستطلاعات الرأي. الاستطلاعات التي أجريت لدى خروج الناخبين من مراكز الاقتراع أظهرت أن نتنياهو سيكون الأوفر حظا لتشكيل الحكومة المقبلة، لكن من دون أغلبية برلمانية، بينما فرض نافتالي بنيانت رئيس حزب يمين المتشدد نفسه على الأرجح كصانع للملوك الجديد، وقد يلعب دورا في تسهيل مهمة نتنياهو أو عرقلتها. وبعد حملة تباهى فيها نتنياهو بحملة التطعيم ضد فيروس كورونا، بدأ أن مفتاح البقاء السياسي له في يد بنت وزير الدفاع الأسبق، الذي إن انضم لنتنياهو سيكون ذلك كافيا لرئيس الوزراء المنتهي ولايته لتشكيل الحكومة الجديدة، بالرغم من اختلاف الرجلين على إدارة الأزمة السياسية. ويحتاج نتنياهو إلى غالبية من 61 نائبا على الأقل لتشكيل حكومته،
وقد وصف النتائج الأولية بأنها انتصار كبير، وقد شكر الناخبين على تحقيقهم الانتصار له وللحزب. ويأمل نتنياهو الذي يبلغ من العمر 71 عاما والذي تولى منصب رئيس الوزراء لأطول فترة في تاريخ إسرائيل بتحقيق فوز جديد على الرغم من فشله بعد التجارب الثلاث الأخيرة في تشكيل حكومة غالبيتها مستقرة ومواجهته لثلاث تهم قضائية تتعلق بالفساد. دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال مؤتمر صحفي مشترك في باريس مع رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي إلى انسحاب القوات الأجنبية المتواجدة في ليبيا، مشيرا إلى أن فرنسا ستعيد فتح سفارتها في طرابلس يوم الاثنين المقبل. نحتاج جميعا إلى التأكد من مغادرة القوات الأجنبية الموجودة على الأراضي الليبية في أسرع وقت ممكن. يجب أن تغادر القوات المقاتلة التركية والروسية والمقاتلون الأجانب الذين تستوردهم هذه الدول أو غيرها، لأن الجيش الليبي الموحد هو القوة الشرعية الوحيدة التي يمكنها تأمين ليبيا. وهنا أعول مرة أخرى على أن أكون حازما مع الدول الأوروبية وفي إطار الأمم المتحدة. من جانبه أكد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي انتهاء آخر تطورات توحيد المؤسسات في ليبيا والانتقال إلى مرحلة الحديث عن المصالحة. اليوم كان هناك آخر خطوة لتوحيد المؤسسات في ليبيا، وكذلك انتقلنا إلى مرحلة الحديث عن المصالحة والنقاط التي اتفق عليها الحوار السياسي، وكانت فرنسا من أهم الداعمين لهذه العملية السياسية. كذلك تحدثنا عن المسار العسكري وإيقاف إطلاق النار والنقاط المشتركة في الاستقرار الذي لابد أن يكون في المنطقة. هذه النتائج أو هذه النقاط نريد منها أن تكون هناك انتخابات نهاية العام في 24 ديسمبر القادم. كانت حكومة الوحدة الوطنية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة قد تسلمت مهام عملها رسميا في مدينة بنغازي شرقي ليبيا من الحكومة السابقة، وتمت عملية التسليم في مقر الحكومة السابقة في بنغازي بحضور رئيسها عبد الله الثني وممثل وفد حكومة الوحدة الوطنية نائب رئيس الوزراء حسين القطراني وعدد من الوزراء. بعد أسبوع من مباشرة مهامها رسميا من العاصمة طرابلس، سلمت الحكومة السابقة شرق ليبيا سلطاتها إلى حكومة الوحدة الوطنية الجديدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتمت عملية التسليم في مقر الحكومة في بنغازي ثاني أكبر مدن ليبيا بحضور رئيسها عبد الله الثني وممثل وفد حكومة الوحدة الوطنية نائب رئيس الوزراء حسين القطراني ووزير الداخلية خالد مازن وعدد من الوزراء. حكومة الوحدة الوطنية حكومة مصالحة وطنية، حتقدم كل الخدمات للشعب الليبي كله. الآن تم الاستلام من الحكومة الوطنية الحكومة المؤقتة، والآن بادئ العمل على توحيد ليبيا والاستعدادات جارية لتقديم كل الخدمات للشعب الليبي. وتحاول ليبيا التي تشهد فوضى ونزاع منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي عام 2011 إنهاء الانقسام السياسي والوصول بالبلاد إلى الانتخابات المقررة في نهاية العام الجاري. وكانت الحكومة في طرابلس قد سلمت هي الأخرى الثلاثاء الماضي سلطاتها التنفيذية إلى حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة التي يتعين عليها توحيد ليبيا، كما سلم فائز السراج رئيس المجلس الوطني السلطة في طرابلس. لم يبقى أمام السلطات الليبية الجديدة التي تولت السلطة التنفيذية سوى مسؤولية توحيد مؤسسات الدولة والإشراف على المرحلة الانتقالية إلى حلول موعد انتخابات 24 من ديسمبر عندما تنقضي مدتها بموجب خارطة الطريق المعتمدة. وعودة مرة أخرى لشأن الفلسطيني وما يتعلق بالانتخابات التشريعية الإسرائيلية، ينضم إلينا عبر الهاتف المحلل السياسي الفلسطيني السيد أيمن الرقب. سيد أيمن، أرحب بك. ومن واقع النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في إسرائيل، فرص استمرار نتنياهو في منصبه ما هي؟ طبعا تحياتي لك على كل الأستاذ المشاهدين. نتنياهو يحسم حتى هذا اللحظة الانتخابات بمقدوره الآن في حد فارس قرابة 90% من المقاعد باستثناء المغلفات المغلقة التي ما
بالحالة هي ترشح مقعد تحت أو مقعدين. النتائج كما أشرت تعطي تكتل نتنياهو مع الأحزاب الحريدية، حزب شاس وأجودات الثورة، وأيضا حزب يمينة وحزب الصهيونية الدينية الفاشل الجديد قرابة 60 مقعد، يبقى مقعد واحد. إما أن لم يحسموا فإنه يحتاج إلى طبعا أصوات القائمة العربية الموحدة أو قائمة منصور عباس أو التيار الإسلامي في جنوب فلسطين، وبالتالي هذه القائمة التي يصنف بأنها حليف نتنياهو الذي كان السبب في تفكك القائمة العربية المشتركة قد يكون طبعا داعم دون المشاركة في الحكومة مقابل بعض المصالح. بتحليل الصراحة ومتابعة الأحداث أرى أنه قد يكون هناك تغير كبير جدا في طبعا حزب قطع الصعار وحزب الأمل الجديد الذي انشق عن حزب الوقود، وقد نجد بعضهم يدعم نتنياهو خشية أن يقع تحت ابتزاز طبعا القائمة العربية الموحدة منصور عباس، وبالتالي يكون فرص نتنياهو أقوى. يمكن الصدمة الأكبر خلال هذه الانتخابات حتى الآن والتراجع كبير جدا في القائمة العربية المشتركة بعد أن تحققت وخاضت الانتخابات بقائمتين، وبالتالي نعتقد أن فرص نتنياهو حتى اللحظة هي الأكثر حظا في تشكيل الحكومة القادمة. نعم، يعني على جانب آخر، اجتماع رباعية دولية حول الشرق الأوسط وأول اجتماع منذ تسلم بايدن مهامه، تحدث إلى ضرورة استئناف المفاوضات ما بين الفلسطينيين وإسرائيل خلال الفترة المقبلة. يعني كيف ترى يعني فرصة استئناف هذه المفاوضات في ضوء استمرار للاستيطان وأيضا للغارات الإسرائيلية التي نشهدها على القطاع وكان آخرها ما حدث فجر اليوم؟ يعني لو بدأنا من فقط الغارات بالأمس اللي طبعا دقت قطاع غزة بحجة إطلاق صاروخ من قطاع غزة تجاه طبعا مستعمرة القناة الغازية وبالتحديد مستوطنة في بئر السبع، ولكن بغض النظر عن ذلك أنا أعتقد أن الآن هناك أهضوة لدى المجتمع الدولي ولدى البيت الأبيض بعودة الأمل للعملية السياسية، ولكن بالعادة ننتظر أمرين. الأمر الأول أن يكون هناك شريك إسرائيلي يقبل بعودة المفاوضات والعملية السياسية إلى طريقها السليم. هناك كانت محاولات بصراحة من البيت الأبيض ومن الرباعية الدولية بعودة العملية السياسية خلال سنوات طويلة، اليوم توقفت العملية السياسية بشكل كامل من عام 2014. نتحدث عن 7 سنوات لا يوجد مفاوضات رسمية فلسطينية إسرائيلية. جلب فلسطيني أعاد في اللحظة الأولى من فوز بايدن أعاد العلاقات مع الجانب الإسرائيلي في شهر نوفمبر الماضي على أمل أن يكون هناك موقفا جهديا من البيت الأبيض. ننتظر بصراحة حراك من البيت الأبيض ومن يستطيع أن يلزم الاحتلال الإسرائيلي بالقبول بالمفاوضات والرواء هو فقط البيت الأبيض. شكرا جزيلا لك المحلل السياسي الفلسطيني أيمن الرقم، كنت معنا عبر الهاتف. قال البيت الأبيض إن الولايات المتحدة والعراق سيعقدان حوارا استراتيجيا في إبريل المقبل، وإن الاجتماعات ستوضح أن قوات التحالف موجودة في العراق لتدريب القوات العراقية وتقديم المشورة لها حتى لا يعيد تنظيم داعش الإرهابي تجميع صفوفه. قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جان ساكي إن الولايات المتحدة تتطلع إلى تجديد الحوار الاستراتيجي مع حكومة العراق على مدى شهر إبريل، وأضافت أن الدولتين ستناقشان الأمن المتبادل والثقافة والتجارة والقضايا المناخية، موضحة أن قوات التحالف موجودة بالعراق بغرض التدريب والاستشارة للقوات العراقية لضمان عدم قدرة تنظيم داعش على استعادة قوته. توفي صباح اليوم الشيخ حمدان بن راشد المكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية الإماراتية، وقد أعلن الديوان الحداد الرسمية وتنكيس الأعلام في دبي لمدة 10 أيام اعتبارا من اليوم، وتعطيل العمل في الدوائر والمؤسسات الحكومية في الإمارة لمدة 3 أيام بدءا من غدا الخميس وحتى السبت المقبل.
أعلنت وزارة الصحة خروج 500 متعافى من فيروس كورونا من المستشفيات بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 150,924 حالة. وقال الدكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزارة إنه تم الثلاثاء تسجيل 648 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا ووفاة 43 حالة جديدة. أودى فيروس كورونا حول العالم بحياة أكثر من 2,746,000 شخص، بينما تجاوز إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس 124,833,000 إصابة. وما زالت الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وروسيا وفرنسا وإسبانيا، كما تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث أعداد الوفيات، تليها البرازيل والهند والمكسيك والمملكة المتحدة. سجلت الهند أكثر من 47,000 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية، في أعلى حصيلة إصابات يومية منذ أوائل نوفمبر الماضي. يرتفع بذلك إجمالي المصابين إلى نحو 12 مليون شخص، كما سجلت أيضا خلال الفترة نفسها 275 وفاة جديدة، ليصل بذلك إجمالي الوفيات منذ بدء الجائحة إلى نحو 165,000 شخص. يأتي ذلك بينما تلقى 48.5 مليون شخص الجرعة الأولى من لقاحات كورونا، كما تم تلقيح 8 ملايين شخص بالجرعة الثانية من اللقاح. بدأت شركة تصنيع الأدوية الأمريكية فايزر تجاربها على البشر من أجل إنتاج أقراص دوائية تعالج فيروس كورونا مع ظهور أول أعراض له. وأوضح بيان للشركة أن الدواء في حال نجاحه سيصبح فعالا في التخفيف من حدة الإصابة بالفيروس في مراحل مبكرة، ويمنع تناسخ الفيروس داخل الخلايا البشرية ومن ثم انتشاره في الجسم كله. نتحول إلى ميانمار، حيث أفرجت السلطات عن أكثر من 600 شخص اعتقلتهم قوات الأمن منذ استيلاء الجيش على السلطة في أول فبراير، وسط تنديد جديد بقمع المجموعة العسكرية للمتظاهرين. وأطلق النظام العسكري موجة أعمال عنف في إطار مساعيه لوقف التظاهرات في مختلف أنحاء البلاد احتجاجا على الانقلاب واعتقال الزعيمة أونغ سان سوتشي. وتمثل سوتشي البالغة من العمر 75 عاما تمثل أمام محكمة في العاصمة نايابيدا أو بتهم قد تؤدي إلى منعها بشكل دائم من تولي المناصب السياسية. قال مسؤولون أمريكيون وكوريون جنوبيون إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخين قصيري المدى في تجربة تعد الأولى منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن منصبه. وذكرت قيادة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن صاروخين كروز انطلقا قبالة بلدة أونتشون على الساحل الغربي لجارتها الشمالية. ووفقا لمسؤولين كبيرين في إدارة بايدن، فإن التجربة شملت أنظمة أسلحة ليست داخل النطاق الذي يغطيه حظر مجلس الأمن الدولي، موضحين أن واشنطن لا زالت مستعدة للحوار. وفي ختام هذه النشرة نذكركم بأهم ما جاء فيها. الرئيس السيسي يوجه بالتركيز على إنشاء مساحات خضراء وتطبيق معايير التنسيق الحضري للعاصمة الإدارية. إسرائيل تشن غارة جوية على قطاع غزة بدعوى الرد على إطلاق صاروخ من القطاع. استطلاعات الرأي تشير إلى تقدم حزب الليكود بزعامة نتنياهو في الانتخابات التشريعية الإسرائيلية. بختام العناوين نصل إلى ختام نشرتنا. المزيد من المتابعات على موقعنا الإلكتروني nile.eg. شكرا لكم وإلى اللقاء.